انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام. الشوط الختام في تحديات صباحي هذا اليوم مع هذا السن سن الحجايج. شوطنا العشرين وهو الشوط الخاص بالحجايج الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي انطلق بالصدارة اللي قاد المجموعة. نتابع 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 معز من مطلب الراشب الخميس المهيري من ينطلق بالصدارة من ينطلق بالمقدمة، ولكن أرى السرابي مع المركز الثاني محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي بينما انطلقنا مع المركز الثالث. أرى التحديات في هذه اللحظات والهجوم مشاهدينا متابعينا الكرام على مقدمة هذا الشوط أكثر من اسم أكثر من شعار في هذا الأداء المثير من الجانب الآخر من الجانب الآخر. التحديات القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام. أرى هني أيضا شاهين لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري مع المركز الثاني المركز الثالث معزم لمطار الراشب الخميس المهيري والقدوم مع المركز الرابع مع المركز الرابع اللي وصل بهذا الأداء المثير سراب لحمد بخريبة بسلطان المنصوري من يتابع انطلاقة سراب مع المركز الثالث. رابع التحديات رهني متعب لعبيد بن محمد بن علي المنصوري يتقدم مع المركز الرابع ومع المركز الخامس معزم المطر بن راشد بن خميس المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ندانا للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة نتابع نتابع البداية والمقدمة نتابع نتابع السرابي لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي والسرابي يتقدم أيضا مع المركز الثاني مع المركز الثاني. ينطلق سراب حمد بن خليفة بن سلطان المنصوري ومن الجانب الآخر شعار أيضا بالهايري شاهين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري يتسلل أيضا مع المركز الثالث مع الكوكبة الثلاثية في ختام هذه الأشواط. سراب من قاد المجموعة سراب انطلق بالصدارة حمد بن خليفة بن سلطان المنصوري بدأ يباعد المسافة بدأ يباعد المسافة. تهانينا تهانينا لمالك سراب مع هذا الانطلاق المثير والسلامات من المرموم إلى المرموم مع انطلاقة سراب. تهانينا لحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري على فوز سراب بالمركز الأول. سلام سلام المرموم سلام تحية واحترام مع انطلاقة سراب. تهانينا لحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري المركز الثاني محمد بن حمد بن مصلح الحبابي المركز الثالث عبد الله بن حمد الهايري المركز الرابع ياتي ايضا مغامر مطر بن محمد بن سيف السبوسي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. ثلاث دقائق ثلاث ثواني هو ثلاث دقائق بالوفاء والتمام مشاهدينا متابعينا الكرام هو توقيت سراب. تهانينا لحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري تهانينا للجميع والناموس. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح. تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.